بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، برنامج هلا تواجد في مركز شمعة التوحد للتأهيل الذي يقدم الخدمات للأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد من خلال توفير المواد التعليمية والتدريب المهني بالإضافة إلى خدمات التقييم والتشخيص وبدعم من شركة أرامكو السعودية. نتابع. حتى يستطيع الاندماج بالمجتمع والتعليم، يقدم مركز شمعة التوحد للتأهيل الخدمات للأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد من خلال توفير المواد التعليمية والتدريب المهني بالإضافة إلى خدمات التقييم والتشخيص. تأسس مركز شمعة للتوحد في عام 2016، وهو المركز الوحيد المتخصص في المنطقة الشرقية. مركز شمعة حاصل على اعتماد كارف الدولي، وهو الوحيد في الشرق الأوسط اللي حاصل على هذا الاعتماد. وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد، أحب أبث بشرة سارة لأهالي الأطفال التوحدين وذوي الإعاقة بافتتاح أكاديمية شمعة التي تعنى بالدمج المهني والاجتماعي لذوي الإعاقة. نقدم جلسات يسمونها 1-to-1، بمعنى أن الأخصائي يجلس مع الطفل لحاله، ما نجلس كمجموعات. كل أخصائي يمسك طفل لحاله، يمسكه من البداية إلى نهاية اليوم، في طبعا روتيشن نغير مرات. كل الخدمات تقدم للطفل من ناحية التخاطب، من ناحية الأوتي اللي هو العلاج الوظيفي، من ناحية تعديل السلوك. وتأكيدا للمسؤولية الاجتماعية، تقدم شركة أرامكو السعودية الدعم المالي والفني لهذا المركز، إدراكا منها لأهمية قطاع الأعمال في تمكين أفراد المجتمع. في قسم الخدمات الأسرية يتم تمكين الأسرة على توفير البيئة المناسبة للطفل من خلال عدة خدمات، فيها الاجتماعات الشهرية المستمرة، وفيها زيارات منزلية يتم فيها دراسة بيئة الطفل في المنزل، ومن بعدها يصير في تدريب إما هنا داخل المركز أو تدريب داخل منزل الطفل. بالنسبة للسلامة، احنا نتبع الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة. يتم أخذ الحرارة في الصباح لجميع أفراد مركز شمعة، من الأطفال ومن الموظفين. نلتزم بلبس الكمام والتباعد الاجتماعي. وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد، سيتم افتتاح أكاديمية شمعة للتدريب، والتي تستهدف ذوي طيف التوحد وذوي الإعاقة فوق 18 عاما، وذلك لدمجهم مهنيا. من الدمام، محمد المحي، يا هلا.